يا منطقة يا منطقة. مخيم السلامية الذي يبعد قرابة 30 كيلومترا جنوب شرقي الموصل والذي يدار من قبل منظمة أكتيد الفرنسية يحتوي على نحو 6500 عائلة. إدارة المخيم أكدت أنها أكملت كافة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، لكنها تعاني من زيادة تدفق نازحين من مناطق ما زالت دون خدمات. العوائل بسلامية 1700 عائلة، وعدد العوائل بسلامية 4780 عائلة. بالإضافة أنه إحنا وزعنا المواد الشتوية لأنه أعداد هواية من الناس اللي حابة تتسجل وتدخل المخيم اللي مو مختلف المناطق. تحديات عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة يرويها سكان هذا المخيم النازحون من مناطق البعاجي وسنجار وبقية القصبات الإدارية التابعة لمحافظة نينوى، أبرزها عدم توفر الخدمات الأساسية ومخاوف من انعدام سلطة القانون مع وجود خروقات أمنية متكررة من بعض العصابات وأحيانا عمليات الثأر والخطف التي انتشرت مؤخرا. ما يسمحون بالرجعة، أكثر شيء الأمان. هسه عندك مثلا نقول الجدية والعرب حتى الآن ما تفهموا. رجع على مناطقنا يعني شوية زحمة لأن لا بها خدمات. إلى ذلك اتهمت نائب عن محافظة نينوى جميل العبيدي جهات سياسية لم تسمها باللعب على أوتار العنف واستمرار دوامة النزاع والثأرات بين الأهالي في قضائي سنجار والبعاج، إضافة إلى أسباب أخرى قد تشكل عائقا في عودة النازحين إلى ديارهم. بصراحة سياسيين يدفعون وراء هذه الأشياء بصراحة أنه لأجل أن تظل الثارات. مراقبون أوضحوا أن العائلات النازحة تعيش أوضاعا صعبة خصوصا في فصلي الصيف والشتاء، واليوم أهم ما تحتاجه هو فرص عمل لأرباب تلك العوائل لتوفير المعيشة وتسهيل عودتهم. أكثر من 33 ألف نازح في مخيمات السلامية جنوب شرقي الموصل لا هم لهم سوى العودة إلى ديارهم التي حررت قبل عدة أشهر. من مخيم السلامية هيثم أحمد، الحرة.